أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أعلنت وزارة الدفاع الخميس 14 من أكتوبر 2021 عن تمكن منظومة التصنيع العسكري من دراسة وتصور وتصنيع ناقلة جند مدرعة مضادة للألغام، مشيرة إلى أنها تعد الأنموذج الأول لعربة عسكرية أطلق عليها اسم برب نسبة إلى الحصان البربري الذي يعد من أجود الخيول وأكثرها قدرة على التحمل بشمال إفريقيا. وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة ما يلي: تتوفر اليوم بالمؤسسة العسكرية موارد بشرية مختصة وكفاءات وخبرات أهلها لأن تواكب التطور التكنولوجي وتنخرط في برامج التصنيع على غرار تصنيع القطع البحرية التي تم إنجازها بنصف الكلفة وانخراط الإدارة العامة للمعدات الدارجة بداية من سنة 1985 وإلى الحين في تجديد 1500 عربة عسكرية بنصف كلفة التعويض، وهو ما وفر أكثر من 310 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.